والله نعطيك الصحيح راهو انه اللاعب ندوي ستانجور كاليفي يبقى فما اجراءات يلزم اتباعها. الاجراءات هذوما يطلبوا تقريبا اجل قدر 21 يوم. صبينا الملف دو كاليفيكاسيون تاعو في الفيفا تقريبا مازال حكايه 10 ايام او اقل من 10 ايام بور افوار لا كاليفيكاسيون. جور هذايا ليبر في حل من كل التزام مع اي فريق اخر تعاقدنا معه على اساس الاطلاع على الوثائق اللي عنده هو اللي اثبتت انه لاعب حر وبحول اللاعب هذا يكون على ذمه الاطار الفني في اجل اقصى 15 يوم.